قل لي يا ولدي، أما زلت تكتب ما يدمي القلب ويقبض الصدر؟ ما أكتبه يا والدي ينعش القلب ويريح الصدر. اسمع، وتزعم أني قد تبدلت خلة سواها وهذا الباطل المنقول. قل لي من هي ليزوجك إياها؟ إنها طيف يا والدي يدغدغ مخيلتي. اسمع ما كتبته بعد ذلك. لاح الله من باع الصديق بغيره، فقالت: حاشاك أن تك تفعل، ستصرم إنسانا إذا ما صرمتني بحبك، فانظر بعده من تبدل. ما رأيك؟ أسمع جعجعة ولا أرى طحنا يا بني. اسمع يا والدي ما كتبته بعد ذلك. ما عدت أطيق سماع شيء من هذا. لما تكره سماع الشعر يا والدي؟ لأنه لا يجدي نفعا يا ولدي. إنك تظلمني يا أبي،
كنت أتمنى أن تقلع عن نظم الشعر وتساعدني في تجارتي يا بني. ومشاعري أدخرها إلى يوم آخر. لا أستطيع، لا أستطيع يا أبي. ولما؟ أهي تمزق صدرك وتحرق أحشائك؟ أنا بحاجة لمن يساعدني في تجارة الشاي فيزل عن كاهلي بعض أثقالها، وما في داري سواك. أنسيت ما أوصتك به أمك قبل وفاتها؟ لكل يا أبي مهنته. هذه مهنة لا تجدي نفعا يا ولدي. لو ذهبت إلى بغداد لدرت علي ثروة طائلة. أتذهب إلى بغداد لتتسكى على أبواب الخليفة؟ ولك في هذه الدار تجارة إن أحسنت إدارتها تغنيك إلى ولد ولدك. أخبرتك يا أبي، أخبرتك بأن تجارة الشاي ليست من هواياتي. وهذه يجب أن تكون من هواياتك. لا، لا تجعله يا ولدي. ما كان يجب أن أفعله منذ زمن. هذا شيء جديد يا مولاي. لقد أشعل النار بيننا. لقد أشعل النار منذ زمن يا مولاي، ولكنه كان يحاول أن يهدم الدار فوق رؤوسنا. الدار الذي يجمعني وإياه؟ ترى أبي كان يعرف بما سيحدث، ولهذا اقتسم الملك بيننا. اسمع يا ابن الربيع، ما رأيك أن نبقيه على خراسان حتى حين من الدار؟ سألتك، لما لا تجيب؟ يا مولاي، لو كان الأمر بينك وبين غريب عن دارك لأجبت، أما وهو أخوك من لحمك ودمك فلا أستطيع الدخول بينكما لوقف النزاع. أظنه أحد الخارجين علي. من يخرج عن طاعة مولاي بسيف لا يرد إلا بسيف. ماذا تقول ابن الربيع؟ أجلنت؟ أرفع سيفي في وجه أخي؟ عفوك وحلمك يا مولاي، لم أقصد أن أوغر صدرك على أخيك، وإنما سألتني عن أغراب خرجوا عن طاعتك. عدنا إلى البداية. إنه يتصرف بخراسان وكأنه الخليفة. ماذا لو أعطيته خراسان فاستراح واستراحت؟ مولاي، إن فعلت هذا ألبت بلاد العرب كلها عليك. وما شأنهم في إرث نقتسمه أنا وأخي؟ يا مولاي، إن أيدوك وناصروك إنما لتبقى الزعامة بين أيديهم، فأنت سليل دم عربي نقي لم يخالط دم آخر. أمسيت في حيرة من أمري. إن أبقيت له خراسان تعبت، وإن نازعته عليها تعبت. ما أحوجني إلى الراحة، ما أحوجني إلى الراحة. هيا يا حصاني. أقسم إنك مررت بخاطري في هذه اللحظة. تقدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علني لم أخطئ، هي ذي دار محمود الرقي؟ نعم، لم تخطئ، تفضل. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، هذه أكياس الشاي. أجل، وصلتني حديثا من بلاد الديلم. هي هذه والله بغيتنا، بلاد الديلم. أنت تاجر إذن؟ تاجر قدم إليك من بغداد. أهلا بك، ما خاب ظني منذ رأيتك. ما الذي تريده من بلاد الشام؟ هذا الشاي. لن تجد أزكى منه رائحة وطعما، تفضل. لقد تشربت بهذه المهنة، هذه مهنتي منذ 20 عاما بكم الرقي. ألست تاجره منذ 20 سنة؟ إنما أنا تاجر أشتري ما يأتي إلى بغداد ثم أقوم بتوزيعه في السوق. إذن أنت لم تذهب خارج بغداد في تجارة الشاي؟ أوه، منذ زمن يا صاحبي. هنيئا لك، تجني أرباحك وأنت في عقر دارك. أما نحن فنعاني الأمرين
حتى نصل إلى بلاد الهند ونعود منها. لكل مشقة ثمن يا رجل. أقسم إننا لا نربح إلا أتعابنا. هذه تجارة مجهولة السر في مصادرها يا صاحبي. إن شئت أذهب وتحقق بنفسك. دعنا من هذا وقل لي بكم الرطل عندك؟ أتريده من هذا؟ بل أريد أجود أنواع الشاي لديك. إذا أنت تريد الهندي. لنقل الهندي بكم الرطل؟ ألا تريد رؤيته؟ هبني رأيته، فما ثمنه؟ 10 دراهم. 10 دراهم؟ سعر مرتفع؟ مرتفع جدا يا رجل. خذ الغزني إذن. لا، أريد الهندي. أتراك تبيعه للخليفة؟ وهل جاءك من طرف الخليفة من يشتري؟ حدث هذا في الحول المنصرم. إذن لنتفحص البضاعة ونحدد السعر من جديد. تفضل. تفضل. تفضل، أهلا بك. على الرحب والسعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما رأيك؟ بما يا مولاي؟ بما يقوله أبو وهب. سم في عسل. سم في عسل؟ أتراه من أعدائنا ولا ندري؟ هو كذلك يا مولاي، ولو سألتني لأجبتك أكثر. ما الذي تخفيه يا ابن الربيع؟ لا أخفي شيئا يا مولاي، ولكنني أقول ما تتناقله الألسن. وما تتناقله الألسن؟ يقولون يا مولاي إن أبا وهب يدعي الجنون. هذا قول سمعناه وخبرناه. أتصدق يا مولاي أن أبا وهب مجنون فعلا؟ أصدق أحيانا وأكذب نفسي أحيانا أخرى، لكنه في النهاية من دمنا ويلوذ بنا. مولاي، العقرب يلوذ بالدف، لكنها تحت أبصارنا. مولاي، تحت بصرك في إيوانك، أما في الخارج فله شأن آخر. لا أخفي أنه يؤرقني أحيانا. لو أبقيته في السجن يا مولاي لنمت مطمئنا. وقتها تدخلت أمي فأكرمتها وأخرجته. مولاتي أدامها الله لها الرأي والمشورة، ولكن يا مولاي لك القرار الفصل في ذلك. إن لي في أبي أسوة حسنة، فأبو وهب دائما كان يعنفه ويقرعه، وأبي يبتسم ويضحك ورغم ذلك يسأل عنه، فكان يحبه ولا يحب سواه. تعال يا ولد. كفى كفى يا ربيعة. لو أوكلت عاملا يا أبي لما أصبت بالوحدة. الشاي أنقله بنفسي، إنها بضاعة رائجة وغالية الثمن. أتدري ثمن الرطل بكم؟ 10 دراهم. لكنك بعته 8. اجلس يا ولدي اجلس. التاجر الذي اشترى البضاعة سيبيعه للخليفة أو ما دون ذلك بقليل. إنهم يشترون الشاي بأغلى الأثمان، فلا ضير أن أباعه بدرهمين إضافيين. الخليفة وحاشيته ينفقون المال دون وازع أو ضمير يا ولدي. لكنهم يدفعون من خزينة المسلمين يا والدي. خزينة المسلمين؟ الخزينة خزينتهم والأموال أموالهم، ينفقونها كما يشاءون يا ولدي. لقد سمعت بشاعر نال من الأموال ما يعادل خراج الرقة لعدة سنوات. وتمنعني عن الشعر؟ إلا أنت. لما يا والدي؟ لأنني لا أريد أن تكون عطاياك من بيت مال المسلمين، ثم أن لك تجارة تدر عليك ذهبة. عدنا إلى نقطة البداية. دعنا من هذا يا ولدي، لقد تأخر الرجل. أي رجل يا أبي؟ الذي اشترى البضاعة. أواثق منه؟ لا. لا تثق به وتعطيه كل هذه البضاعة؟ هذا بعض من ثمنها يا ولدي. وأين التتمة؟ أقبضه في بغداد. وإن امتنع عن الدفع؟ البضاعة بضاعتي والمال ماله. ولكنك تحملت مشقة نقلها من بلاد الشام إلى العراق. هذا ثمن نقلها.
لقد حسبت حسابا لكل شيء يا ولدي. لا أدري يا والدي، ثمة شيء ما يقلقني. إن كنت قلقا علي يا ولدي فاتبعني إذن. ماذا قلت؟ أتبعك لكن بشرط أن تنظم الشعر. نعم، لن أمنعك هذه المرة. فالشعر مع الشاي خليط يؤنس القلب أحيانا. هيا يا ولدي. صدق يا رب. من أين أتيتني بهذا الشاي؟ إنه من خراسان يا مولاي. إنه شاي طيب المذاق. يقول لك من خراسان يا مولاي، ومع ذلك فهو طيب المذاق. تبقى خراسان سيفنا وخاصرتنا الذي أوصلنا إلى ملكنا وقوتنا. قل لي، ما هو مصدر بضاعتك القادمة؟ الرقة يا مولاي. هذه يا مولاي عربية خالصة. أعرف أعرف يا ابن الربيع، فوالله لولا لسان الفضلين لكانت أمتي بأفضل حال بعربها وعجمها. المهم، متى ستصل البضاعة؟ هي في الطريق إلينا، إنها هندية ويشار إليها بالبنان. لا 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 أيها الرجل، دعنا في الرقة ولا تنقلنا إلى البراهمة. قل لي يا ابن الربيع. أمر مولاي. ما رأيك لو مزجنا شاي الرقة مع شاي خراسان؟ لو فعلنا ذلك يا مولاي لحصلنا على شراب أنتجه بنو العباس وعامة بني أمية. ولكن هناك من جمعه قبلنا. من يا مولاي؟ ألا تدري؟ مولانا الرشيد ابن الربيع. ما بك؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد وسلم. أسرك أني أنال ما نال جعفر من العيش أو ما نال يحيى بن خالدي؟ دعيني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتجشم هول تلك الموارد. دعيني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أت... لما سكت؟ لا، إنما هو شعر أنظمه فأحفظه. لمن هذا النظم؟ لي. أتنظم شعرا ولا تكون في دار الخليفة؟ ما الفارق بين هذا الزقاق ودار الخليفة؟ الفارق كبير يا صاحبي، ففي دار الخليفة سلة كهذه مليئة بالدراهم، أما في هذا الزقاق فكيس كهذا فارغ حتى من كسرة الخبز. لست ممن يتسكعون على باب الخليفة متلهفا لدراهمه. إذن أنت ابن وزير ساقه الله إلي. بل أنا ابن تاجر قدم من الرقة. سيانا يا صاحبي، الخلفاء والوزراء والتجار أصحاب حظوة لا يصل إليها العوام. أناقم أنت على ساسة زمانك؟ بل ناقم على الذين لا يقيمون العدل وهم أهل السياسة. وكيف يقام العدل؟ بأن يسوس الناس من هم أهل العدل. ومن هم أهل العدل؟ أهل العدل أولئك الذين يملؤون هذه السلة نعيما، فلا يكون هناك جائع ولا محتاج. هذا كلام يدغدغ القلب والمنطق، ممن تعلمت هذا؟ تعلمته من هذا، من هذه القصبة. أهي مزامير داود؟ لا، هذا حصان، حصان يصقل ويعدو. انظر، أتتخذني هزوا؟ يوما وأنا أبحث عنك. أين البضاعة؟ دعني بحالي يا بلال، دعني بحالي. قلت لك أين البضاعة؟ ضاعت يا أخي. ضاعت؟ ضاعت في النهر، جنى عمري كله ضاع في النهر. اسمع يا أبا ربيعة، لقد عرفت بالتجارة كثيرا من المحتالين. قلت لك، أقسم لك أنها ضاعت في النهر. اسمع، دموعك هذه لن تجدي نفعا. حدث شيء لم أكن أتوقعه. ما الذي حدث؟ خير لي أن ألوذ بالصمت. أراك لذت بالصمت كأنك تخفي عني شيئا. اسمعني جيدا يا بلال، هاجمني لص على ظهر المركب
تعركنا سويا ثم سقطنا في النهر. بعدها غاب كل شيء عن عيني ولم أرى شيئا، ثم وجدت نفسي مرميا على الشاطئ، وأنا كما ترى منذ يومين هائما لا أعرف أين أذهب. هذه كذبة أخرى، أتراني أؤمن بها؟ أقسم لك يا بلال، أقسم لك. ألديك بينة؟ لا. إذن أنت تحاول الهروب من الحقيقة. أية حقيقة يا رجل؟ حقيقة تدبيرك لمكيدة توقعني بها. أستغفر الله العلي العظيم، ألا تخاف الله يا رجل؟ من أجدى أن يخاف الله، السارق أم المسروق؟ سرقنا كلانا يا صاحبي، كلانا سرقنا. ومن سرقنا؟ ربما ذلك الرجل الذي هاجمني على سطح المركب. اسمع يا أبا ربيع، أمامك حلان لا ثالث لهما، إما أن تسلمني البضاعة أو تعيد إلى مالي الذي أسلفتك إياه. يا بلال، يا بلال، ألا تخاف الله؟ قلت لك ضاعت في النهر، بل جنى عمري كله ضاع في النهر. لم أعد أكترث بهذا، ما يهمني أن يعود إلي مالي ولتذهب إلى الجحيم. سامحك الله، أمهلني إذن حتى أعود إلى الرقة فأستدين من بعض أصحابي مالا أعيده لك. هذه مسيدة أخرى تريد أن توقعني بها؟ رافقني إذن. اسمع، لم يعد لدي وقت للنقاش، إما أن تنفذ ما اتفقنا عليه أو أسلمك لصاحب الشرطة. إذن أنت من بلاد الشام؟ نعم يا مولاي. ومن أي النواحي؟ من الرقة يا مولاي. ألا تجد رفع رأسك يا فتى؟ والله ما كان للرعية أن ترفع رأسها إلا بحكامها وتخفضها بهم. رفعنا لك رأسك بتلبية حاجتك. حاجتي يا مولاي 400 درهم. ما كان ليطلب حاجته قبل أن يلبي حاجتك يا مولاي. اسمع يا هذا، أتجيد نظم الشعر؟ نعم يا مولاي، ولذا جئتك شاعرا. ومن مدحت قبلنا؟ معن بن زائدة. ولما مدحته؟ طمعا في عطائه يا مولاي. ولكنك حدثتنا بأنك لا تحب العطيات. كل هذا مع معن بن زائدة يا مولاي. يبدو أنه لم يكرمك كما ينبغي. لماذا سكت؟ أجب. أعترف يا مولاي أنه حتى لم يبتسم في وجهي. لم يبتسم؟ وماذا فعلت بعد ذلك؟ هجوته طبعا يا مولاي. وكيف نصدقك؟ أقول الذي قلته فيه. أسمعنا. معن يا معن يا ابن زائدة، الكلب الذي في الذراع لا في البنان. الكلب دفعة واحدة؟ وماذا قلت به أيضا؟ لا تفاخر إذا فخرت بآبائك، وافخر بعمل الحوفزان. الحوفزان، الحوفزان. والله والله لو سمعنا بشعرك هذا لأسكتناه عنا. مولاي احذر لسانه. اسمع يا حوفزان، أنت في بلاط الآن، ستهجوني أم تمدحني؟ بالتأكيد سأمدحك يا مولاي. حتى ولو حجبت عنك ما طلبت؟ يا مولاي لقد جئتك مادحا، ولا أظن خزائنك تقفل بوجهي. هات ما عندك. هذا محمد لو أتوه ببابه قل ولا أنت مخلد ما قالها، ما إن أعد من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها. وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها، إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. إنك تجيد الشعر، ولكن من يضمن لي لسانك عنا؟ 400 درهم التي طلبتها يا مولاي. 400 درهم؟ حوفزان يريد 400 درهم. أعطني
أذنك أذنك. ما رأيك ب300؟ أقبلها يا مولاي. ب200؟ أقبلها منك يا مولاي. مولاي احذر لسانه يا مولاي. صدقت يا ابن الربيع. اسمع، سأعطيك درهمين، وإن ضمن لسانك سأعطيك الباقي، ولكن إن هجوتنا خذ درهمين، إن هجوتنا سأجعل منك حوفزا لا حوفزا. أكاد أقسم إن مولاي قد أنصفك. أو تظن نفسك بملأ عني؟ لو كنت أود الهرب لهربت. النهار على وشك الغروب، ألا يذكرك هذا بوعد قطعته؟ يا رجل لم أجد من يقرضني. أو تظن أن بغداد ملأ بالناس الذين يوزعون أموالهم ذات اليمين وذات الشمال؟ لو أمهلتني وقتا أذهب فيه إلى داري وأعود. ما أفلت الطائر من قفص وعاد إليه. ويحك يا رجل، أتحسب نفسك تحبسني؟ لن تغيب عن ناظري، وستبقى في قبضتي من الآن حتى قدوم الليل، لأني سأسلمك لصاحب الشرطة. أتسلمني إلى صاحب الشرطة؟ أريد مالي. وكيف تسترد مالك إذا أودعتني السجن؟ ضمانتي ولدك ربيعة. لا، دع ولدي وشأنه. وكيف أسترد مالي؟ أبيع داري وأمري لله. أنا أشتريه منك. ثمن؟ بمقدار مالي في ذمتك. ويحك يا رجل، أتشتري دارا ثمنه 100 دينار ب400 درهم؟ ترى شيء آخر يا صاحبي. وما هو؟ وجدت على شاطئ النهر جثة رجل مقتول غرقا، وما أظنك إلا أنت قاتله. السلام عليكم. عليك السلام يا ربيعة، ما الأمر؟ أتراك خدعتني يا أبا وهب؟ وبما خدعتك؟ زينت لي الذهاب إلى الخليفة حيث ألقى من الثروة ما تصبو لها نفسي. ما من أحد ألقى شعرا أمام الخليفة إلا ونال جزاء. درهمان يا أبا وهب. درهمان فقط؟ هذا ما أجاد به عليك الخليفة؟ درهمان. لو وددت أن أرمي به ما أرضا وأنطلق، كل ما كنت أتوق إليه 400 درهم أحرر بها أبي من دائنه. لقد ثقل الأمر على أبيك. ما الذي تقوله؟ إنه في السجن الآن. في السجن؟ من سجنه؟ صاحب الشرطة. ممن استقيت هذا؟ لقد رأيته بأم عيني وهو يساق في هذا الزقاق. ويح نفسي، أنشد في دار الخليفة ويساق والدي إلى السجن. والله لا خير في درهمين أبقياني حرا وأدخلا والدي السجن. السلام على مولاي. مولاي. وعليك السلام يا ابن الربيع. تاجر الشاي يا مولاي. أتيت به باكرا. أنفذ رغبة مولاي. كم يحلي أن ينبت الشاي في بلاد الشام؟ مولاي، الهند والشام من أمصارك يا مولاي. صحيح، ولكن يا ابن الربيع، أهل الشام أهلنا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. أما الهند فهي بعيدة، في أطراف ملكنا. قل يا بلال، أخبرني عن الهند وعن أهلها. لم أطأ الهند يا مولاي. إذن كيف أتيت بالشيء منها؟ صلتي بتاجر من الرقة، هو الذي يسافر إلى الهند فيأتي بالشاي فأشتريه منه وأبيعه في بغداد. الناس تفيد من بعضها البعض يا مولاي. كم أحب أن يختلط العرب بعضهم ببعض. اسمع يا بلال، ابعث لي بتاجر الرق هذا. إنه في السجن يا مولاي. في السجن؟ نعم يا مولاي. لما؟ قتل أحدهم في نار دجلة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أغناني ببضاعة تاجرها قاتل؟ ربما دفاع عن النفس يا مولاي. وما سبب دفاعي عن نفسه؟ هو تاجر، ومن يغويهم الشيطان كثر يا مولاي. إذن هناك جريمة في مملكتي وتهجم على الناس وأموالهم وأرزاقهم. قلت ربما. اسمع يا ابن الربيع، أريد هذا السجين لسببين. الأول لجريمته، أما الثاني لمعرفة أخبار الهند. خذ يا ابن الربيع، أعطي هذا الرجل حقه. هاك المال. والدي، ربيع، كل شيء سيهون يا والدي. ما إن لا لا يهون شيء يا والدي، فالأمر أصعب مما تظن. أنت القاتل حقا. نعم يا ولدي، القاتل رغما عنه. كيف حدث هذا؟ لا أدري يا ولدي، صعدت إلى المركب كما أصعد كل مرة، بعد أن وضعت الشاي في صناديق خشبية محكمة الإغلاق، تحسبا من أن يتسرب الماء إلى المركب، وفجأة سمعت وقع أقدام ثم اختفت. أسخت السمع مرة أخرى فلم أسمع شيء، ظننت أنني أتوهم. عندها بدأت بفك رباط المركب. وماذا بعد يا والدي؟ وفجأة قفز رجل من بين القصر الذي يحف بالشاطئ، قفز إلى المركب دفعة واحدة وهجم علي يريد قتلي. ألم تتبين ملامحه؟ لا يا ولدي، كان الليل الشديد السواد. أتعتقد يا والدي بأن الجثة التي وجدت على الشاطئ هي جثة الرجل نفسه؟ بالتأكيد يا ولدي، لم يكن هناك أحد سوانا أنا وهو في ذلك الليل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرجوك يا أبي لا تبتئس، كنت تدافع عن نفسك. لقد قتلت رجلا يا ولدي. جاء ليقتلك يا أبي. جاء ليسرق مالي وتجارتي. لا أدري كيف حدث ما حدث، كل ما أذكره أننا تعركنا في الماء ثم غبت عن الوعي، وفجأة وجدت نفسي مرميا على الشاطئ بعد أن لفظتني المياه. لقد ضاع كل شيء، أموال الرجل وتجارتي ونفسي. نفسي، يدي هاتان ملطختان بدم الرجل. اهدأ يا أبي اهدأ، سأذهب إلى من يساعدك. اهدأ، بل اذهب إلى رقى يا ولدي ودعني أواجه مصيري بنفسي. لا لا يا أبي لا، لن يكون هذا أبدا. اطمئن يا أبي سأساعدك، اطمئن. أنت الذي قتلت الرجل؟ أسألك، أنت الذي قتلت الرجل على شاطئ دجلة في صباح هذا اليوم؟ أجل يا مولاي. وكيف تقتل نفسا بريئة بغير حق؟ لم أقصد يا مولاي، أقسم على ذلك، لقد هجمني وكنت أدافع عن نفسي. تدافع عن نفسك؟ ولما هاجمك؟ السرقة يا مولاي. عجبا والله، السارق تقطع يده وليس عنقه، فهمت؟ وأنت ما حجتك؟ مال الذي قضيت عمري في تحصيله أضعه هذا الرجل. لم يضع يا مولاي، إنما سرق مني. سيان عندي إن سرق أو ضاع يا مولاي، ما يهمني أنني لم أحصل على مالي. وكيف
سترد المال لهذا الرجل. له دار في الرقة يا مولاي. الدار أرسل لأبي يا مولاي، وفي هذا يشهد شاهدان على ذلك. والله إنني في حيرة من أمري. أقتص منك دم بدم وأنت تدافع عن نفسك كما تدعي، أم أدعك وفي عنقك دم لضحية ومال لدائن؟ مولاي أنا أخلصك من حيرتك. أنت يا أبا وهب تخلصني؟ كيف؟ هذا الرجل بريء من دم القتيل. يا أبا وهب ماذا تقول؟ إنه يعترف وأنت تبرئه، كيف؟ لقد كان في حالة إغماء ولم يدري ما حل بالرجل بعد ذلك. الرجل وجد جثة هامدة بعد ذلك. القاتل غير هذا الرجل يا مولاي، والدليل هذه. ما هذه؟ سرة سكر وجدتها في جيب القتيل. كان يأكل السكر قبل موته. لا لا لا، انظر إليها يا سيدي، انظر إليها جيدا. السكر قليله رطب وكثيره جاف. وما علاقة هذا بالجريمة؟ لو كان هذا الرجل هو القاتل لكان السكر برمته رطبا نظرا لعراكه معه مدة طويلة في الماء. حقا إنها وجهة نظر. طيب يا أبو وهب، إذا لم يكن هذا هو القاتل فمن القاتل؟ رجل كان يراقب الحدث، فما إن خرج القتيل من الماء وبدل ثيابه المبللة بثياب جافة وحاول الانطلاق حتى أتاه ذلك الرجل فقتله، ثم بلله بالماء على عجل ليوهم أن قاتله ذلك الشخص الذي تعارك معه في الماء. هو ذا ثوبه القديم يا مولاي. إذا لم يكن هذا الرجل هو القاتل فمن القاتل يا ترى؟ رجل سرق قلادة من رقبة القتيل فأحدثت جرحا فيها. تستطيع أن تتأكد يا مولاي من صاحب الشرطة. هذا يعني بأن هذا الرجل بريء مما نسب إليه. والمجرم موجود هنا في إيوانك يا مولاي. هنا في إيواني؟ من؟ الرجل الذي ما زالت بحوزته قلادة القتيل. ها هي يا مولاي، هو ذا القاتل. ويحك يو قاتل، هذا هو القاتل. ربيعة، ألا نحمل هدية لهذا الرجل لقاء ما فعله من أجلي؟ هذا ديدنه يا أبي، يساعد دون منا ويأبى أن يأكل إلا من عرق جبينه. أنت واثق يا ولدي؟ سل جميع الناس يخبروك بذلك. هناك أمر يحيرني ولا أعرف له حلا. كيف تجتمع الحكمة والبلاهة في رجل واحد؟ حيرني هذا الأمر قبلك. إيه؟ أراك تتجه جنوبا إلى النزل يا ولدي. والله لن أمكث في هذه الديار ساعة واحدة. ربيعة، ما الذي تقول يا ولدي؟ علي أن أعود إلى الرقة. وأنا لن أعود إلى الرقة قبل أن أبيع الشاي الذي استرجعته وأجمع أموالي وأرحل. إذا كان يحلو لك البقاء فابق يا والدي، أما أنا فإنه لم يعد يحلو لي. ربيعة، إن كنت ترغب في نظم الشعر تستطيع نظمه هنا. لن أنظمه إلا في داري. كأنك تهرب من أمر ما يا ولدي، هل هناك شيء تخفيه؟ شيء كالكابوس يا والدي. كالكابوس؟ هل قتلت رجلا ورميته في النار؟ قتلت كبير القوم. من تقصد؟ الخليفة. الخليفة؟ دفعة واحدة؟ هجوته يا أبي. ألم تجد إلا الخليفة تهجوه يا ربيعة؟ ألمني يا أبي فسعيت أن أؤلمه. وذهبت إلى بلاطه؟ ألم أمنعك عن بلاط الخلفاء والأمراء؟ ذهبت رغما عني
ذهبت لأجلك. لأجلي أنا؟ نعم، لأجلك أنت. ذهبت لتخليصك من ورطتك بأربعمائة درهم، فعدت بدرهمين. وعد الله، وعد الله، أتتسكع على أبوابهم من أجل درهمين؟ أقسم إنني رددت له الصاع صاعين يا أبي. وريحك يا ربيعة، ما الذي جنيت يا ولدي؟ ما الذي جنيت؟ لولا أن أنقذني أبو وهب لفلت الأمر من يدي، وأجرمت البريء وبرأت القاتل. إنها قصة مثيرة يا مولاي. كيف تجرأ بلال هذا أن يقتل البص ويسرق البضاعة ويوقع ببريئا كالرقي؟ لكن عين الله ساهرة يا مولاي. ساهرة، ساهرة عبر أشخاص لهم من الحنكة والحكمة ما يغري الناس به. اسمع يا ابن الربيع، أريد أبا وهب في مجلسي دائما، ولكن ما يخيفني فعلا أن يكثر اللصوص في عهدي كما تكثر البثور في وجه حسنة. حادثة وتزول يا مولاي، ولكن الذي لا يزول الشعر الذي قاله ذلك الأرعن. عما تتكلم؟ ألا تذكر ذلك الشامي يا مولاي الذي وقف بين يديك منذ أيام ومدحك؟ أذكره، وقد أعطيته درهمين بدلا من أربعمائة حينها حذرتك يا مولاي من لسانه. لسانه؟ وماذا قال؟ رجاء يا مولاي لا ينم إلا عن لقيط أو متشرد. أسمعني يا ابن الربيع، ما بك؟ يقول يا مولاي مدحتك مدحة السيف المعلى لتجري في الكرام كما جريت، فهبها مدحة ذهبت ضياعا كذبت عليك فيها وافتريت، فأنت المرء ليس له وفاء كأني إذ مدحتك قد زنيت. من الربيع إلي به حتى ولو كان في طي السحاب، ورب العزة لأجعلنه عبرة لمن اعتبر. هيا أبا وهب، أبا وهب، يا أبا وهب. لقولك هذا يا أبا وهب عفونا عن يديه، بقي لسانه الذي ينظم فيه الشعر. قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أحقا تقول ما لا تفعل؟ نعم يا مولاي، نعم. إذن عفونا عن لسانك أيضا. ها قد عفى مولاي عنك على ألا تعود لهذه ثانية. والله لن أعود إلى بغداد البتة. أرى أنك ستكرر ما قلته في بلاد الشام. لكل سبب مسبب يا مولاي. سنزيل السبب يا ربيعة. اسمع، سنعطيك 400 درهم شريطة أن تعيد لنا الدرهمين. هذان درهماك يا مولاي. ما هذا؟ هذان ليس درهمي، أريد الدرهمين خاصتي. خذ. لقد أودعهما في عهدتي يا مولاي. هاك درهميك. ها، هذان درهمي، خذ، وهذه لك. قل لي بكم تكافئ هذا الرجل؟ لهذا الرجل يا مولاي في عنقي وعنق والدي دين لا يمحى أبدا. الله، الله على الوفاء. هذه الكيس. هيا هيا بنا يا ربيعة قبل أن يغير مولاي رأيه. هيا هيا.